يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته لاستكمال التحضيرات للبدء الفعلي للجلسات. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، بعد التحية ضعينا في تفاصيل اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم. نعم يوسف، بعد التحية كما ذكرت نتواجد في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمتابعة فعاليات الاجتماع 11 لمجلس أمناء الحوار الوطني، والذي جاء تنفيذا للقرار الذي اتخذوا خلال اجتماعه الأخير بأن يظل في حالة انعقاد دائم في الجلسات التحضيرية قبل البدء الفعلي. اجتماع اليوم والذي بدأ منذ ساعة ونصف تقريبا سيستعرض عدد من الملفات، منها ما سيتم خلال الجلسات القادمة سواء التحضيرية أو في حالة البدء الفعلي إذا تم اتخاذ هذا القرار، وأيضا سيتم دراسة كل المقترحات التي وصلت للأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني والحوار الوطني بشكل عام، إلى جانب أيضا مراجعة كل الأسماء المقترحة والتي وصلت إلى مجلس أمناء الحوار الوطني والذين سيقوموا بالمشاركة في الجلسات الفعلية للحوار الوطني. يعني أيضا جدير بالذكر أنه خلال الأسابيع الماضية عقد مجلس أمناء الحوار الوطني عدد من الاجتماعات تم التوافق فيها على أن يكون هناك ثلاثة محاور للحوار الوطني: المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، إلى جانب أيضا إنشاء 19 لجنة فرعية منبثقة عن كل هذه المحاور، كما أيضا تم التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الفرعية الخاصة ب أو اللجان الفرعية الخاصة بمحاور الحوار الوطني. أيضا خلال الاجتماع الأخير وهو الاجتماع العاشر والذي كان من أسبوع تقريبا، تم التوافق على أن الجلسات الفعلية للحوار الوطني ستعقد على التوازي وليس التوالي، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسي ويلي يوم آخر لجلسات المحور الاقتصادي ويوم آخر للمحور الاجتماعي، بواقع قد يصل إلى خمس جلسات في اليوم الواحد. أيضا في نفس الاجتماع وهو الاجتماع السابق تم تبادل المقترحات ووجهات النظر بين سواء مجلس أمناء الحوار الوطني من جهة والمقررين والمقررين المساعدين من جهة أخرى، ومراجعة كل اللوائح والمناقشات. نحن في انتظار أن ينتهي الاجتماع 11 لمعرفة كل التفاصيل التي ستصدر في بيان رسمي تنفيذا لمبدأ الشفافية والذي قرره مجلس أمناء الحوار الوطني. هذا كل ما لدي، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. الزميلة جرمين إبراهيم كنت معنا على الهواء مباشرة من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، شكرا جزيلا لك.